الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد بشهر جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، إن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. المعتاد التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر اسفل الشاشه اللي حاب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رساله مختصره بها المعلومات الكامله. اذا كان هناك مقطع فيديو او صور توضح المشكله يا ريت يتم ارسالها حتى يتم عرضها ضمن فقره عيون المدينه. فيسبوك وتويتر اللي حاب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، البث المباشر على صفحه الشرقيه الوحيده والرسميه، واللي عنده تعليق مناشده مشكله يا ريت يتم ارسالها حتى يتم عرضها ضمن فقره عيون المدينه او نتابعها إذا كانت تحتاج إلى متابعة. البث المباشر مثل ما دائما احنا نحكي، والتعليقات اللي عنده تعليق مناشدة مشكلة أيضا يتم إرسالها حتى نقرأها أو نرسلها إذا كانت أيضا تحتاج إلى متابعة وتصوير. المشوار راح يبدي من أخبار أهل المدينة والقضية اللي يبدو أنه هي يعني راح نتعود عليها، رغم أنه هناك قانون قد سن قبل فترة وجيزة لكن دون تطبيق، والقضية تخص المعلمين وحماية المعلمين. وهناك معلم في مدرسة الفتح المبين في السماوة تعرض إلى طعن بالسكين من قبل ولي أمر تلميذ، بعد الرجال ما داخل إلى المدرسة، رايح للمدرسة هو طبعا معلم لغة إنجليزية، وإجا والد هذا التلميذ وانطى أكثر من طعنة. وإحنا نعتذر عن الصورة، يعني الصورة جدا بشعة، لكن هاي حتى يعني هي الصورة يعني مرسلة إلى وزارة التربية، إلى مجلس النواب اللي تعاونوا وسنوا قانون لحماية المعلم، إلى الأجهزة الأمنية التي لا تكترث بتطبيق القانون. المفروض هسه حاليا هناك يعني يصير تحرك غير طبيعي، يصير تحرك واحد ينطي أهمية كبرى للموضوع مختلف عن كل القضايا. ليش؟ لأن احنا عندنا قانون جديد، احنا نريد هذا الجديد نطبقه على ارض الواقع حتى الناس تعرف انه هناك قانون لحمايه المعلم. القانون يقول انه نحمي المعلم خاصه اثناء تاديه واجبه، والرجال رايح الى مدرسته ويريد يروح يدرس تلاميذه وابنائه، واذا به يتفاجئ بسكين او بولي امر تلميذ يطعنه اكثر من طعنه. طبعا هو نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج وفي حاله حرجه، وهو يعني الصورة يعني واضح أنه في حالة حرجة. كان المفروض يكون هناك إدانة من قبل مديرية تربية السماوة من وزارة التربية ومتابعة الموضوع وتفعيل القانون. عندنا قانون جديد المفروض أنه هسه حاليا احنا نستخدمه، يكون هناك يرحون على ولي أمر التلميذ إلى بيته ويأخذونه، ينفصل المفروض حتى التلميذ، لأنه لازم يحس الأب ولازم الأسرة والعائلة تحس إن هم أخطأوا، والخطأ يدفعون ثمنه. إحنا بالقانون يعني هاي إحنا لأن ما عايشين إحنا بلد قانون المفروض يكون، ونطالب بأن يكون هناك قصاص والمعلم يأخذ، لأن هسه أي معلم رايح كلمة رايح للجبهة ما رايح لمدرسة. يعني إحنا حكينا سابقا وراح أحكي أعيد القضية، صارت فجوة بين المعلمين وبين التلاميذ وبين المدرسين وبين الطلاب نتيجة استخدام العنف، وهذا اللي حكينا به انه هذا ادى الى انه ناس تقتل ناس، ما حد يتحاور، ما حد يتناقش، قبل مجلس الاباء والامهات تحس انه المعلم هو صديق لكل الاباء، والاباء اصدقاء للمعلمين، بحيث انه هم سوا اذا عندهم تلميذ مشاكس، ما يدرس، عنده مشكلة معينة، بيناتهم تكون هناك اتصالات حتى لو غير مباشرة من اجل انه يربون ابنائهم سوية. هسه لا الاب يعرف من المعلم، من المدرس، من المدرسه، من يدرسه، من يعلمه، اصلا ما يعرف عن اولاده شيء. للاسف احنا عندنا فجوات كبيره صارت في مجتمعنا وجاي ندفع ثمنها غالي، ومن ضمنها هسه هاي الحادثه اللي شفناها اللي هي بالسماوه. نتمنى ان وزاره التربيه، هي الحادثه من البارحه، نتمنى ان يكون هناك متابعه، كانت انتظر هناك متابعه او ادانه او زياره لهذا المعلم ونشوف شنو تبعات ما حدث، حتى ما نعرف هو شلون صار او شلون صارت صحته.
هذه القضية إن شاء الله احنا يعني نتابعها، ونتمنى أن يكون هناك جواب من قبل الجهات المعنية، وزارة التربية، مديرية التربية، وأيضا الأجهزة الأمنية، مجلس النواب اللي هو أقر أو سن قانون لحماية المعلم. طيب نروح لموضوع آخر. احنا وصلنا صور من النجف أنه اليوم كانت هناك تظاهرة لأصحاب المعامل وحتى الأهالي اللي ساكنين في هذه المنطقة اللي هي حي الحرفيين، من الأحياء القديمة، الناس تعرفها، يعني ناس ساكنين قاعدين، أكو معامل، وهكذا الوضع صار له عشرات السنين. احنا عندنا موضوع الاستثمار، وهذه القضية أنا أعتقد أنه بها هي يعني استفادة للجهات المتنفذة أو بعض الجهات المتنفذة، يردون يحولون إلى مجمع سكني، يعني فرصة استثمارية أو قضية استثمارية. بلم طلعوا تظاهرة، يقول لك يعني احنا وين نروح؟ يعني الأهالي وين يروحون؟ اللي هم أصحاب المكان وأصحاب المعامل وين يروحون؟ زين، احنا دائما نقول انه لا بأس انه احنا نتطور، اذا شفتوا انه المكان صار قديم، البيوت قديمة، المعامل مكانها خطأ، المدينة نريد نوسعها، دائما نقول انه المفروض انه يكون هناك بديل، انطي، اما اوفر مكان او اوفر فلوس حتى كل واحد يروح يشوف رزقه. لا ها ولا ها، خلاص انتم احتاروا بنفسكم. يعني احنا ما نعرف اللي شنو اللي الناس جاي تتحرك، هل هي احنا نتبع دولة لو هي كل محافظة بمحافظتها؟ يعني يوم أمس كان هناك اعتداء على محافظة الديوانية من قبل محافظة السماوة، أعتقد المحافظ راح وتدخل وعلى مود موضوع المياه ورجع، وكأنما أنه إحنا عايشين مو دولة، دويلات. إحنا دولة، المفروض أنه أكو نتبع دولة كاملة وكل واحد بكيفه. يعني القضية مجلس المحافظة هو سواها، نجي البلدية سوتها، نجي المستثمر اشترى منين، زين الحكومة المركزية تعرف أنه هالشكل جاي يصير بهذا البلد، ماكو احنا ماكو كل واحد ايده اله، احنا نمشيها وهسه طلعون تظاهرات، وباكر عقبه راح يجي المستثمر اللي اشترى الارض يطردهم الناس، واحنا شفناها احنا سابقا ايضا باستطلاعات. هسه زين هم حسوا بالموضوع قبل ما تصير، انا متاكده انه يعني هناك يمكن عشرات الناس او مئات الاحياء، يمكن بعد كم يوم يجي لهم المستثمر يقول لهم انا اشتريت، مثل ما عرضنا احنا، انا اشتريت وهذا الطابو مالتي فانتوا برا، طلعوا. زين احنا ليش نكثر مشاكلنا؟ هذول الناس راح وين يروحون اذا هم عندهم هاي ملوكهم ومستقرين؟ واصحاب المعامل وين يروحون؟ هاي بطاله جديده؟ ما اعرف احنا ليش نحب نختلق المشاكل، يعني كانما ما عندنا مشكله واحد يروح يدور هو على المشكله. نتمنى ان يكون هناك مبادره من قبل مجلس المحافظه لاحتواء الموقف، لان اليوم تظاهره باكر اعتصام عقب ما تعرفون شنو اللي يصير. ناس هاي بيوتها ومن حقها انه تدافع، التظاهرات السلميه شيء كفل الدستور، واعتقد من واجب الحكومه ان تحميها، ومن واجب الحكومه او من يعني ما اريد نقول غصبا عليها، لكن يجب ان تحتوي القضيه وتحتوي الناس وتروح تشوف شنو القضيه. يمكن هي قضيه انتخابيه، اعتقد سووها حتى باكر يروح واحد من مجلس المحافظه ويقول لهم انا رجعت لكم، انا لغيت الاستثمار وانا كذا وانتخبوني. اما هاي الافلام اعتقد الناس راح تستغلها، تستغل العطف والكرم، لكن ما راح تنتخبكم لان عرفتكم. الموضوع احنا اكيد هم راح نبقى متابعينه، وان شاء الله يكون هناك رد فعل ايجابي من قبل الجهات المعنيه والتدخل. مو كل واحد بكيفه، مو كل شيء بيه استثمار، اكو اشياء واكو حدود، الاستثمار مو باي مكان، واذا انا عندي استثمار في هذه بهذا المكان وشفته من الواجب ان اسوي استثمار، المفروض انه انا انطي تعويض للناس وما اخرب عليهم ولا اخذ مالهم او محالهم او بيوتهم ومنازلهم. طيب بروح لقضيه، تعرفون هسه يعني هيئه الحج والعمره جاي تشتغل، احنا عندنا موضوع قرعه الحج، والناس يعني حتى سمعت انه صار يعني لمده 5 سنوات، والناس يعني كل سنه تنتظر هذا بفارغ من الصبر، وعندنا احنا مئات الناس، يعني يقول لك انا اللي كبير بالعمر خاصه يقول لك خاف ما لحق، يعني وهذا حقه. وموضوع الحج يعني المفروض يسير بشكل يسر وسهل، وكل واحد حسب القرعة يأخذ حقه ونصيبه، والأولوية للناس اللي قدموا بالأعوام السابقة، والأولوية للناس الكبار أيضا بالعمر، يعني يقول لك أنا ما بقى للعمر بقية حتى أنا قد يعني السنة الجاية أقدر أتحمل عمره وصحته ووضعه الصحي والنفسي. اللي صار أنه كل سنة لازم يصير أكو فد شيء غريب بالحج، يا أما من يردون يرحون أكو مشكلة بالنقل والسفر، يا اما اكو مشكله هناك بالفنادق والمبيت والاكل والشرب، يا اما بالرجعه يصير هناك تاخر ويناشدوننا، يا اما يبقون بالمطار ايام واحنا هم ايضا، يعني ماكو سنه عبرت سلامات، لازم اكو شيء منغص على الحجاج، وكانما احنا لازم نعذب
اي شخص اسم عراقي. هالسنه اللي صار والناس اللي يعني طبعا تدرون ينزل التسلسل والاسماء والاعمار ومن يرايح وياهم ويعني كل هذه التفاصيل تنزل والناس تشوفها. فالناس هالسنه اكتشفت فتشي او انه شافت فتشي بغرابه، خاصه اللي دقق بالموضوع، خاصه الناس يمكن اللي يشوفون مثلا ليش ما طلع اسمهم او طلع اسمهم، منو اللي رايح منو ما رايح، فالناس دققت بالقضيه. احنا يعني امامنا قاعد تشوفون بالصور الجدول او التسلسل الاسماء والاعمار اللي هي المواليد ومنو رايح وياهم. فبنعطيكم بعض النماذج اللي هي يمكن مو كل واحد ينتبه لها. زين احنا يعني قدامكم الجدول حتى شوي نعطيكم بشكل يعني نسهلها لكم. يعني اكو اسماء مقابلها اللي رايح وياها، حتى يقولون مثلا هاي يعني كبيره بالعمر. زين اعطيكم انا بس ثلاث امثله. يعني ام عمرها او مواليدها 1900، المرافق مالتها مواليد اللي هو ابنها يعني الاسم موجود 1961، يعني الفارق 61 سنه، او يعني هي او ولدته عمرها 61 سنه، مفارقه. ماكو ام تنجب 61، خاصه احنا العراقيات يعني احنا ثلاثينات زي ما عندنا ذا واحد. زين يعني ما معقوله انه مواليدها 1900. طبعا احنا عندنا حتى الجنسيه مالتها، والناس يعني الناس مستغربه تقول لك هي بالعافيه عليهم، لكن احنا لازم نفهم انه على اي او شلون يعني. هل الناس هي اللي ارسلت مستمسكات كاذبه مثلا، وهاي قضيه لازم هيئه الحج هذا شغلها، او انه اكو شيء يعني غريب. المهم هي مواليد 1900 وابنها 1961، بمعنى انه هي جابتها وهي عمرها 61. المثل الثاني 1905 الام والابن 1972 اللي هو المرافق، يعني جابتها وهي عمرها 67 سنه. اكو اخ 1916 والاخت او الاخ الثاني 1996، الفرق بيناتهم 80 سنه. ماكو واحد يعني عنده طفل وابنه الثاني عمره 80 سنه، شنو انتم يعني حدث العاقل بما يعقل. القضيه غريبه، ولذلك احنا اليوم مو بس طرحناها كقضيه ريع عام او قضيه او خبر او عيون، لازم احنا نبحث فيها ونسال اصحاب الشان، يدرون ما يدرون، هل هناك خطا بالمواليد، خطا بالاعمار، الناس مكذبه علي. يعني احنا لازم نفهم القضيه مثل ما قلت من المكان المعني او هيئه الحج حتى هي تفهمنا اكثر. معنا ينضم عبر الهاتف السيد حسن الكناني اللي هو متحدث باسم هيئه الحج والعمره، وعسى ولعل نصل الى نتيجه. قد يكون عندنا احنا فعلا يعني البلد بلد غريب وعجيب، قد يكون عندنا هاي من العجائب انه امراه تلد عمرها 67 او 61 او فرق بين اخ واخ 80 سنه. مرحبا بك سيد حسن، واحنا نشكر انضمامك الى اهل المدينه، واعتقد يعني عندك فكره عن ما طرحناه، والموضوع اثار يعني استغراب واستهجان وسؤال كل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي واحنا ايضا وياهم. نعم، تحيه لك ولجميع مشاهدي قناه الشرقيه الفضائيه. حياك الله. قبل ان ادخل في الموضوع احب ان انوه الى شيء مهم، هو ان التسجيل كان بطريقه الكترونيه، اي ان المواطن هو مسؤول عن ادخال بياناته الشخصيه. طيب. وان هذه القرعه بصورتها يعني ليست هي بصورتها النهائيه، ستخضع الاسماء الى التدقيق بعد ان ياتي بجميع الفائزين بمستمسكاتهم ويدفعوا مبلغ القسط الاول لكي نتاكد من جميع المستمسكات هل هي صحيحه ام لا. هذه القضيه الاولى. القضيه الثانيه، هناك بند في الضوابط التي قرأها المسجل قبل أن يسجل بياناته في الانترنت، وكذلك أعطيت له أثناء اقتنائه بطاقة التسجيل. المادة الفقرة 13 من الضوابط تنص على أنه تمت قراءة الشروط أعلاه وأوافق عليها جميعا، وبخلافه لا يحق لي مطالبة الهيئة بأي استحقاقات إدارية، كما هو يحق للهيئة حذف اسمي من القرعة بعد الفوز إن ثبت لها أن التقديم خلافا لشروطها المعلنة. تمام.
اللي حدث انه في المواليد طبعا احنا اخذنا بيانات المواطن اللي هو اللي دخل البيانات واضح، ولكن انما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشان اعمار بعض الفائزين بالقرعه مقارنه بمواليد ابنائهم. طبعا هناك اخطاء شائعه ومتراكمه في دوائر الاحوال المدنيه باعمار العراقيين اللي تم اعتماده بخمسينيات القرن الماضي بدليل انهم مواليدهم جميعهم هو 1/7، فهل معقول انه جميع التولدات كانت فيهم 1/7؟ 1/7 معروفه القضيه، بس احنا نحكي عن اعمار. اسمحي لي خليني اكمل. طيب. اليوم بعض من عندهم حضروا الى الهيئه، منهم زهية اللي هي مواليدها 1900 وابنها 1961. طيب. وجاءوا بمستمسكاتهم. اها. حتى البعض من عندهم لديه بطاقة وطنية التي يعني اصدرت مؤخرا. زين. مثل الحادثة اللي اليوم اللي عن الفائزة نجمة عبد الله اللي هي احضرت بطاقتها الوطنية ايضا. طيب. مواليدها 22 ولديها ابن مواليد ايضا يعني اصغر من عندها بكثير. طيب. اليوم الهيئة غير مسؤولة عن كيف اصدرت هذه المستمسكات، نحن نعتمد على المستمسكات الثبوتية التي يقدمها المواطن. طيب يعني صحت هذه المستمسكات وكانت فيها صحة صدور. لا يعني زين انتوا تابعتوا. طيب سيد حسن انتوا تابعتوا القضية لأنه حسيتوا اكو شيء. الخطأ يصير. طيب الخطأ يصير 1 2 يعني من تكون اخطاء. لا هو مو خطأ انا يا سيد. لا حتى لو مو خطأكم. نعم يعني اسمحي لي. نحن أخذنا أكبر الأعمار سنا ونزولا. طيب. وهذه القرعة هذا العام أعطينا فرصة لكبار السن، أخذنا أكبر الأعمار سنا ونزولا. المواطن هو من أدخل بياناته، يعني المواطن اليوم هو اللي سجل أنه فلان مواليد 1900، المرافق مالته مثلا 1970 أو 60. زين. نحن لا طبعا هذه إحنا أجرينا القرعة وبعد عملية إجراء القرعة سيخضعون إلى التدقيق، يعني ليس قبل عملية إجراء القرعة إنما بعدها. طيب. لأن عدد المتقدمين عدد كبير، يعني أكثر من 68 ألف متقدم. طيب. فلا يمكن يعني إحصاء هكذا عدد كبير، فقط. طيب. سنحصي من فائز ومن كان خلاف هذه الشروط الضوابط سيحذف اسمه كما قرأت لك الفقرة 13 من الضوابط. يعني طيب هسه شنو أنتم راح تسوون؟ هسه 1900 وابنها 1961 اللي هي جايبت عمرها 61، يعني لو هي مواليدها غلط سنطلب مستمسكاتهم، سنطلب البطاقه الموحده او. طيب. الجنسيه او شهاده الجنسيه معا. طيب. جواز السفر ان كانت هذه كلها متوفره لديهم، يعني ما يعني اعتقد لا شيء قانوني بعد احنا ما نقدر نمنعهم، بالعكس راح يقاضون اذا منعناهم. اليوم جواز السفر ما يطلع الا اذا المواطن اخذ جميع مستمسكاته. طيب يعني بس هاي القضيه. طيب هاي القضيه انتم هسه يعني في موقف محرج، يعني اذا احنا عندنا ناس جاي تزور واحنا القضيه اذا بها اخطاء يعني من الاساس احنا بمشكله كبيره، يعني قد تكون 1900 مواليدها سبعينات وابنها صغير. ليس عمليه تزوير وانما كان قبل يعني بالخمسينات بتعداد 57 خاصتين كثير من العراقيات ليس لديهن جنسيه او حتى بعض الرجال ليس لهم جناسي. طيب هاي فاعتمدوا على اشياء تقديريه وتقريبيه ما كانت يعني الضوابط. الان احنا ما دخلنا بهذا الموضوع، اسالوا من يمنحهم الجنسيه والبطاقه الموحده وجواز السفر. بس يعني زين هسه احنا هسه عندنا البطاقه الموحده موجوده، انه يعني زين يعني معناتها انه اكو مغالطه، اكو ناس راح تحس نفسها انه مغبونه. انا ما اعرف انه 1900 قد تكون مو 1900 تطلع، يعني هي قاعد يعني ما هل راح تطلبون حضور الناس؟ يعني 1900 تجي تشوفونها وابو 1961 اللي هو ابنها او ما اعرف ايش قد 1900 يعني راح تشوفونهم فعلا تقدرون الاعمار؟ هذا ما ترهم يعني ست العزيزه؟ نحن من ضمن الضوابط والشروط هناك لجنه تسمى بلجنه استطاعه. طيب. هذه لجنه بالتنسيق مع وزاره الصحه، كبار السن سيخضعون جميعا لهذه اللجنه. أه. يعني بعض من كبار السن ليس فقط المشكله في المواليد وانما فاز بالقرعه وعند فحصه وجدنا بانه فاقد للعقل. أه. هذا يعني ما غير اهلا للحج. يعني يذهب الى الحج. نعم. بالضبط. فهذه يعني الامور ليست هي نهائيه، هذه الاسماء المعلنه ليست هذه نهائيه. طيب طيب زين اعلنت هذا معناه ليست هم حصلوا على الفيزا للذهاب الى الديار المقدسه. طيب هاي اول سنه انتم تقعون بمثل هكذا موضوع؟ لو عادي كل سنه من الممكن تكون هناك اسماء كل سنه كنا نجري القرعه يعني باليه تختلف، هذا العام اعطينا نسبه 60% لكبار السن المتقدمين الاعلى سنا ونزولا. زين. اصبحت لدينا هذه المشكله، ونحن طبعا لو لم نكن شفافين لما كنا عرضنا على الشاشه اعمار المتقدمين واعمار المرافقين، وكان ايضا لحضور قضاه مجلس القضاء الاعلى حاضرين
وسائل الإعلام حاضرة، تم نقلها على الهواء مباشرة. فاحنا بس هي القضية غير مقنعة، يعني اسمح لي، يمكن بغير مكان تمشي لأنه ما نحس بيها. أيضا قناتكم كانت حاضرة معنا. لا بس هي القضية غير مقنعة، يعني أنت هسه شلون تقنع الناس أنه هذا 1900 وابنها جابته هو هي عمرها 67 وراح تاخذه وياها؟ الناس ما تقتنع أنه 1900 وباقية. أنا ما أقنع الناس، طيب. أنت أجيبيني على ما أقول. اليوم أنت إلى الهيئة، طيب. وجلست لي مستمسكات، أنت مستمسكات والدتي. هاي مستمسكاتكم انتم اصدرتوها من دائره احوال مثلا المنصور. طيب. بعثنا بصحه صدور واجت صحه الصدور مطابقه. زين. طيب. انا اقدر احذف اسمك من الحد. طيب. زين تعتقد اكو موضوع بيه رشاوى واغصات؟ لان يقول لك هي فرصه الكترونيه وما حد. لا صدقيني الموضوع مو يومكم. مو يومكم، انا ما احكي عنكم، انا احكي عن موضوع الجنسيه. من الممكن اصدار جنازه جديده مثلا بدل تالف وبدل ضايع وادفع انا حتى انا اغير مواليدي، يعني اسويها انا 1900 حتى اروح اسافر للحج مثلا. راح اعطيك معلومه، نعم. اليوم حضر عندنا ابن احد الفائزات ايضا من كبار السن بالقرعه. طيب. وجلب لنا ثلاثة جوازات سفر، واحد من عندهم بالتسعينات اصدر اليه و... طيب. يعني انتهى مفعوله. أه. والاخر اصدر اليه بدايه ال 2000 وايضا انتهى مفعوله، والاخر نافذ المفعول. زين. يعني هذه ليست قضيه اليوم، هذه قضيه تراكمات، يعني مثل ما قلت لك قبل كانت بالخمسينات الاعمار غير مضبوطه ومشت القضيه. يعني هو يعني سنه سنتين ما يخالف، بس مو سنوات، يعني سنه سنتين بس مو 10 و20 سنه فرق. هسه هي لو يعني والدتها عمرها 50 بس مو 67 سنه واكثر، او فارق بين اخ واخ 80 سنه، ماكو احنا عندنا هسه يعني هاي عجوبه تعتبر اذا واحد فرق بين اخوان 82 سنه وهو رايح ويا اخوه مرافق، يعني قضيه غير مقبوله تماما. فرق 10 سنوات بين الاخوان اي، 15 سنه اي ممكن اهضمها، لكن ما تقول لي 80 سنه بين اخ واخ، يعني ما صايره. يعني هذول وينهم حتى نروح نصورهم؟ يعني وهذه قضيه، يعني احنا عندنا اسماء كثيره بالموضوع، يصير الخطا بواحد اثنين بس مو تصير بعشرات. انا اليوم اصدرت بيان تمام، وايضا عرضت بعض المستمسكات الثبوتيه اللي جابوها اليوم المواطنين الى هي. يعني القضيه طيب، يعني هاي المستمسكات بامكان اي جهه رقابيه الان التدقيق بها. اها يعني ما اعتقد المسؤوليه تقع على عاتق هيئه الحج. لا هو احنا يعني هي مو انتم اللي خلينا نقول السبب اللي برز هذا الموضوع، احنا فعلا نرجع للجهات المعنيه للبحث بالموضوع، لان هاي قضيه خطره للغايه انه كل واحد من الممكن انه يغير مواليده واسمه وعنوانه، يعني هذا موضوع خطر للغايه. انا ايضا لدي على تعليق على التقرير اللي قراتيه قبل الاتصال به. نعم. تحدثتم عن مشاكل تحدث كل سنه في الديار المقدسه. نعم. من ضمنها السكن والنقل، ليس لدينا اي مشكله في مجال السكن، بل الان العراق هو في المراكز الاولى المتقدمه بتقييم وزاره الحج السعوديه. نتمنى. تحدث في محضر الاجتماع. نعم، بس العام اول العام صار انه بقوا الحجاج في المطار، صار صعوبه، يعني اكو مشاكل. تحدث لك عنه، انت قلتي في تقريرك المطار وايضا السكن والاطعام وما شابه ذلك. نعم. ناخذها مفصل مفصل. مثل ما تعرفين احنا عدد طائرات محدود من قبل وزاره النقل خطوط الجو العراقيه. نعم. السلطات السعوديه ايضا لا تمنح سلوتات كثيره، اي عدد رحلات يوميا، لان تعرفين زخم على المطار، وهذا ايضا يمنع عوده الحجاج بشكل مبكر. طيب. ثلاثه موضوع السكن والاطعام والى اخره، بالعكس العراق الان في مصاف المراكز الاولى وبشهاده وزاره الحج السعوديه. تمام. في المدينه المنوره لدينا ابراج في المنطقة المركزية التي طيب. تسمى المنطقة المركزية وهي تكون قريبة من الحرم النبوي الشريف، أيضا في مكة المكرمة لدينا أبراج في منطقة العزيزية، جميع حجاجنا هناك. هذه المنطقة هي من المناطق الراقية في مكة، قريبة من المولات والأسواق الكبيرة، وأيضا قريبة من المشاعر المقدسة، يستطيع المواطن أن يذهب سيرا على أقدام المشاعر. تمام. احنا طيب مصاف النقل الداخلي طيب تنقلهم من الحرم الى السكن، وبالعكس وهذه تعمل على تمام مصاف. احنا نتمنى ذلك ان شاء الله، بالعكس هاي شيء فرحنا احنا، اكيد شيء ايجابي. احنا نشكرك سيد حسن الكناني المتحدث باسم هيئه الحج والعمره، والقضيه يم الجهات المعنيه متابعه الموضوع. احنا قد يعني هيئه الحج والعمره يمكن تدوز مو يمها القضيه، لكن هي من فتحت الباب على هذا الموضوع والناس انتبهت انه هناك خلل او موضوع معين، روحوا شوفوا بهيئه يعني شلون تم اصدار جناسي وبطاقه موحده وحتى جوازات، قد تكون هناك اكو خلل عندنا، يعني ما معقوله اكو اشياء يعني فعلا غريبه بالمواليد بالاعمار، قد يكون بالاسماء باشر عقبه
يعني احنا نفتح الباب على كل شيء، باكر عقبه مجرم يغير كل شيء ويطلع واحنا ما ندري به، يغير عمره وشكله ويعني واسمه وصورته، ماكو منطق. المفروض هي الجنسيه جنسيه، لكن شلون هي صارت؟ يعني احنا اذا سابقا نبقى ما يخالف، انا ما اعرف عمري، فرق سنه سنتين ثلاثه، لكن مو فرق 20 و30 و40 و50 سنه، ما معقوله الواحد يبين واضح. احنا فتحنا الباب على هذا الموضوع، والناشطين ايضا ما قصروا وفتحوا القضيه، وهيئه الحج والعمره خلينا نقول كانت هي السبب، لكن احنا نرجع الى المتسبب الرئيسي، ونتمنى من الجهات المعنيه في التحقيق بالقضيه انه شلون كان، يعني شلون صار هذا الموضوع، شلون هم اصدروا جناسي، الجناسي جديده قديمه، منو قد يكون واحد اثنين خطا او طبيعي، لكن البقيه لا اعمارهم مختلفه، مستحيل بين اخ واخ 80 سنه، مستحيل، ماكو المنطق ما يتحملها. يعني هذا عمره سنه ورا 80 سنه جابوا طفل ثاني، ماكو منطق يتحمل هذه القضيه، حتى ما نريد نحكي بيها، هم نعرف نرتب الجمل لانه قضيه فوق العقل. نتمنى ان يكون هناك متابعه من الجهات المعنيه، بحث هذا الموضوع انه ليش اكو ناس عندها اشياء خطا او الفارق العمري غريب بينها وبين ابنائها. طيب نروح الى الديوانيه والتظاهرات اليوميه راح نسميها، يعني يمكن احنا قبل كنا نتظاهر يعني بالاسبوع بالشهر نسمع انه هناك تظاهر، هسه يوميا اكو عشرات التظاهرات. الناس ظلت اصلا ماكو حكي، نروح نطلع نتظاهر وكانه ما تروح للسوق. يعني موضوع التظاهره اصبحت تجري بدمائنا، لان يقول لك ماكو حل، شلون نوصل صوتنا الا من خلال التظاهره. بالديوانيه راح نشوف احنا مجموعه من موظفي عقود الكهرباء اللي هي قضيه يبدو تشمل كل المحافظات. ما عندنا دائره كهرباء في اي مدينه عراقيه قاعده تستلم راتبها. الكل عقود والموظفين جاي تتاخر رواتبهم، القضيه من الماليه من الكهرباء نفسها، لانه سبق انه طرحنا قضيه الانبار قالوا جاي يلعبون بها بورصه يستفادون من عندها، ومن حكينا بالقضيه بنفس اليوم وزعوا الرواتب بقوا للعصر من الخوف. هالقضيه احنا ما نريد واحد يخاف، احنا القضيه هي قضيه انسانيه، الناس تزيد راتبها حتى تروح تاكل وتاكل عائلتها واهلها. الناس طلعت تظاهره وتشكي همها وتتمنى ايضا التثبيت على الملاك الدائم حتى يضمنون حقوقهم. تابع القضيه ونتمنى يكون هناك متابعه من قبل الجهات المعنيه. عقود وأجور وزارة الكهرباء في محافظة الديوانية خرجنا هذا اليوم في مظاهرة سلمية للمطالبة بتثبيتنا على الملاك الدائم. نحن اليوم عقود نعاني من مشكلة التثبيت التي استمرت من 5 سنوات إلى أكثر من 12 سنة. نحن نطالب وزارة الكهرباء ووزارة المالية ومجلس الوزراء متمثلة بالسيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتحويلنا على الملاك الدائم، أو على الأقل تحويلنا من الموازنة الاستثمارية إلى الموازنة التشغيلية لضمان توفير المبالغ المالية لتغطية رواتبنا المتأخرة لمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر. بداية الأمر احنا اليوم دارين نتكلم عن المتظاهرين لعقود الكهرباء، نتكلم عن جميع المحافظات العراقية، ما يقارب 42 ألف عقد، ما يقارب 42 ألف عائلة عراقية 4 أشهر بدون قوت. أكو ناس قاعدة إيجار، أكو ناس عتها مريض، أكو ناس عتها أطفال بالمدرسة. إلى متى؟ إلى متى يبقى عقد الكهرباء هذا مصيره؟ يعني أكو ناس ويانا بالعمل توفوا لحد الآن بدون لا تقاعد ولا أي حقوق. بس يريد نفتهم من وزير الكهرباء، من السيد وزير المالية، اليوم الناشط حيدر العبادة رئيس الوزراء، نطالب حقوقنا. إحنا أكو ناس 11 سنة و 12 سنة خدمة، وتالي يطلع وزير الكهرباء يقول يريد يبطل بكيفه، هو هذا منطق مال الوزير؟ احنا اليوم من خلال قناتكم الموقره نطالب ايصال صوتنا للسيد حيدر العبادي والكل سياسي شريف بالدوله، اليوم نطالب حقوقنا ونريد رواتبنا ونريد تثبيتنا على الملاك الدائم، والاربعاء الموعد عند وزاره الكهرباء ان شاء الله. خرجنا لأكثر من مرة تظاهرة سلمية واعتصامات سلمية بخصوص المطالبة بحقوقنا المسلوبة. نناشد السياسيين الفاسدين، إلى متى؟ إلى متى تسوني بهذا الشعب هيك؟ ليش؟ عقود أكثر من 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات لحد 12 سنة، خدمنا وزارة الكهرباء بكل تفاني وإخلاص. هسه نريد نعرف مصيرنا وين؟ ما طالبنا غير بس بحقنا، نريد التثبيت، راتبنا، مش راتبنا، كل احنا أصحاب عوائل، من فنيين، من مهندسين، من إداريين، من محاسبين.
السياسيين كافوا والله ملينا، والله ملينا، تعبنا، دمرت البلد. الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم دنيا واخره. انتبهوا الواي الوادم، شوفوا هاي الوادم، يعني واحد من عندنا قوطيه حليب ما عنده يشتري الجاهل، يقول عند قوطيه حليب ارد اطلع اشتري لابني ما عندي فلوس، يعني يداوم بلاش وانت قاعد ورا الكرسي تستلم راتب. الله يرضى الناشد السياسيين اذا عندهم ضمير، على الاقل صحوه الضمير، خلي يشوفون هاي الوادم. مطلبنا هو التثبيت، وما عندنا غير بس هذا المطلب، وان شاء الله عندنا مظاهره يوم 28 ببغداد، كل المحافظات تتوجه، الناشد كافه العقود بجميع محافظات العراق التوجه يوم 28/3 مظاهره امام وزاره الكهرباء، نطالب بحقوقنا المسلوبه. يعني مثل ما شاهدنا انه احنا يعني الموضوع اليومي مثل ما قلت، الناس تناشد وتطالب ويطالبون بالتثبيت الدائم او على الملاك الدائم حتى ضمان حقوقهم على الاقل، يقول لك اذا مو انف لي اولادنا. ان شاء الله يتم الاستجابه، هي تشترك بها الكهرباء طبعا، يعني المفروض ترفع اسماء. وعلى فكره هي قبل فتره اجت او يمكن العام مجلس النواب وافق، وحتى وزاره الماليه وافقت، قالت خلي يعني بس ارسلوا الاسماء من وزاره الكهرباء، فالتعطيل من وزاره الكهرباء بهذا الموضوع. طيب نروح الى مناشده وصلت لنا حقيقه من سيد دخيل في الناصريه، قبل فتره هم ناشدونا لجفاف بالمياه، فعلى اساس صارت استجابه فتحوا لهم، قال لهم يلا اجالكم الماء، تفاجئوا انه الماء اجت به مياه ثقيله اللي هي المجاري، ما اعرف شلون فتحوا المجاري. فوصلت مناشده حقيقه هم ايضا لاهل المدينه، ويقول لك احنا نطالب عسى ولعل انه يوصل صوتنا. طبعا المواشي ماتت، المزروعات ماتت، لانه مجاري ومياه ثقيله يعني ما تجي، يعني هسه احنا انا متاكده انه اغلب المدن يوصل لها تسريب قليل، بس هذا لا، هذا مياه ثقيله. يعني يقول لك هسه احنا تشوفون الفيديو انه ماكو ماي نظيف، اللي انفتح لهم او اجالهم هو اجالهم مياه ثقيله، اجت لهم مجاري وهم ما يدرون، ووصلت لي يعني مساكنهم ووصلت الى مزروعاتهم وشربت من عدة الحيوانات. واحنا هسه حاليا جايين نشاهد المقطع الفيديو اللي وصل لنا، اللي به هو حقيقه يعني ناشد، وانا حكيت هسه المناشده باختصار، وهو يناشد كل الخيرين، يعني وين الناس اللي وعدت خيرا وقالت احنا يعني راح نجيب لكم سيد دخيل من المناطق اللي دائما تشكو الجفاف، او الناصريه حقيقه دائما تشكو، ماكو احنا مر علينا موسم اذا ما حكينا بمظلوميتهم، ما يوصلهم الماء، وعلى اساس سووا خير وتفاجئنا واحنا فرحنا، قلنا ايه عسى ولعل وصل لهم ما يطلع به مجاري، طلعت مياه ثقيله مو مياه عاديه. الى متى؟ ما اعرف واحد يعني واحد اما نشتكي، هم واحد يقول لك قبل احنا نشتكي الى شخص معين، الى مجلس محافظه، الى دائره ماء ومجاري، الى هسه هو الكل مشترك، لان التسريب منين اجى، او هو المياه المجاري منين اجت، من المتسبب؟ هاي غير بلد ينفتح تحقيق، لان محاصيل زراعيه ماتت، مواشي ماتت، ناس قد شربت من عنده تستخدمه بحياتها اليوميه، قضيه كبيره. اتمنى ان يكون هناك متابعه لهذا الموضوع، وان شاء الله يكون هناك يعني حل لهذه المشاكل. طبعا عندنا كثير من المواضيع ان شاء الله ناخذها بالايام القادمه، هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما ان نلتقي على الخير والمحبه والسلام، في امان الله.